أنا شايف أنه محمد سيد سعيد ده قيمة وقامة كبيرة جدا خسرناها، وإحنا كنا بنتمنى أنه يبقى موجود معانا في هذه الفترة المهمة جدا، لأن إحنا في احتياج إلى الحكماء والعقلاء والناس اللي بيقولوا كلام محترم ومهم، ضروري يكون في وسطنا هذه النوعية، لأن عدم وجود هذه النوعية في وسطنا دلوقتي، يعني أنت لو تبص على وسائل الإعلام لا يمكن، في محطات لا يمكن، غير مقبول على الإطلاق، بتتكلمش كلام موضوعي ولا مهم ولا بتثقف الناس ولا بتقول لهم وجهة نظر جيدة، وإلا هدفها كله التهييج والتخريب واتهام الآخرين بالخيانة. ده كلام لا يستقيم ولا يصح أبدا في مرحلة بناء دولة مصرية حديثة. هو اقترح عدة اقتراحات النهاردة، إنه الأستاذ أحمد مجاهد في دار الكتب هيتبنى مسألة نشر كل ما نشره محمد سيد سعيد. الحاجة الثانية، هتقام ندوة عن طريق جورنال القاهرة لمناقشة أفكار محمد سيد سعيد.